السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ملاء أشرف من موقع أندرويد إيريبيا. النهاردة هشرح طريقة إضافة صف أرقام لكيبورد جوجل الرسمي لإصدار أندرويد لولي بوب اللي هو أندرويد 5. الكيبورد ما بيبقاش فيها الأرقام لوحدها، بتبقى عشان أكتب رقم لازم أدوس لونج بريس على أي حرف سواء في العربي أو في الإنجليش. أدوس على الواي عشان أكتب 6 مثلا لونج بريس، أو مثلا ادخل على الارقام والرموز واكتب الارقام اللي انا عايزاها. جوجل اضافت خاصيه ان احنا نخلي الارقام في صف لوحدها في نفس الكيبورد اللي فيها الحروف، بس هي مش ظاهره. وعشان نظهر الصف لوحده بندخل على السيتنج، جوجل كيبورد سيتنج، وبعدين بختار ابييرنس اند لايوت. هلاقي فيه فوق ثيم، وديت عشان اغير شكل الكيبورد لو مش عاجبك الشكل دوت وعايز تخلي الحروف محددة زي اللي هي السيم القديمة مثلا والوايت. وفي كاستمايزد انبوت ستايلز، ديت بقى اللي انا بغير من بقدر اظهر منها الارقام. هتلاقي فيه لغتين جيرمان وفرنش، والستايل بتاعهم كواليتي. انا بختار اللغة اللي انا عايزاها، للأسف مش موجودة اللغة العربية فهختار انجلش يوكي، وبغير الستايل كواليتي وبخليه بي سي، بعدين سيف وباك. ارجع بقى هنا هلاقي الكيبورد اللي انا مختارهم في اللانجوج اللي هي الانجلش يوكي والأرابيك، فأنا بختار اللي أنا عدلتها اللي هي اليوكي بي سي دي، وبلغي القديمة وبس وباك كده. هلاقي الأرقام ظهرت، والستايل اللي أنا غيرته خليت يعني غيرت السيم والأرقام ظهرت، بس للأسف مش هتلاقيها في اللغة العربية زي ما قلنا، هم مش ضايفين خاصية ان انا اغير ان انا اضيف الأرقام للغة العربية. بس اتمنى اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.